يشد انتباهك وأنت تتجول في مدينة بلعباس تلك القصور ذات النمط المعماري الذي يعود بك إلى عشرينيات القرن الماضي. تميز قصور سيدي بلعباس التي تعود للحقبة الاستعمارية 1910-1905 حتى 1890 بزخرفة سواء كانت زهرية أو هندسية، إلى كذلك هذه الحقبة التي تأثرت كذلك بالارديكو، الارديكو اللي معروفة به عمارات ولاية سيدي بلعباس وبالأخص قصور سيدي بلعباس، وكذلك فيه زخرفة جميلة على مستوى الزجاج، الزخرفة الزجاجية والزخرفة أو الديكور الأرضي، الديكور الأرضي معروف به كل قصور سيدي بلعباس الخمسة أو الستة التي نزلت يعني واقفة. قصر لومي يحتضن مديرية الثقافة حاليا، سيعاد ترميمه وتحويله إلى متحف. لومي هذا معمر فرنسي كان يعيش في هذا المكان، وكان من أكبر الفلاحين والأصحاب الأموال في هذه المدينة. قصور شيدها المعمر على النمط الأوروبي، وأطلق أيضا على المدينة اسم باريس الصغرى. سميت بباريس الصغيرة لأن شوارعها تشبه بنيت على نمط باريس، وهذا كان يعني كان الفرنسي يظن أنه يعيش في الجزائر للأبد، وهذا من المحال. ترميم هذه القصور سيضفي رونقا يمزج عبق الماضي بالحداثة والعصر التي تشهدها المدينة.